سودانا، وتسنده في هذا القول دراسات حديثة أن المدينة السورية العريقة، وكلمة بالميرا معناها النخيل أو النخلة ومهرجان جاء استجابة لتطلعات الولاية والمقومات الثقافية والتراثية والسياحية لتسخر بها الولاية. قمنا بتثمين كذلك لتوصيات الدولة الجزائرية حول إقامة المهرجانات الثقافية. قمنا بترسيم هذا بإذن الله هذا المهرجان، مهرجان عيد النخلة، كرمزية لتطوير النخيل على مستوى الولاية والنهوض بها، وكذلك الهدف منها تحسيس الشباب للعودة لزراعة النخيل، وكذلك إعطاء للنخلة قيمتها التراثية وقيمتها الاقتصادية مثل ما كان يستغلها الأجداد في القديم. هذا المهرجان يشارك فيه الكثير من العارضين على مستوى ولاية ورقلة، وبالإضافة إلى هناك ضيوف من ولاية من بسكرة وكذلك من غردايا ومغير وولاية تقرد، عارضين المعرض في هذا المعرض عيد النخلة، للنخلة اللي هي مصدر طاقة ومصدر المال ومصدر يعني الصحراء عشنا بالنخلة. لابد أنه في مثل هذه المعارض أنه نتمنوا هذه المادة الموجودة بقوة في الصحراء وفي الواحات، تسخر بها ونرفع من قيمتها بعملية تحويلية التي نشهدها في هذه المعرض. يعني الله يبارك يعني منتجين كل واحد كيفاش يخرجنا أنواع، هكذا نكتشفوا أنه رانا قادرين بهذا التمر نروحوا به بعيد، وقادرين نفسه المنتجات الدولية.